تمام يا نور مرتاح ها؟ ايش اسمك؟ نور نور معانا يا ابو محمد شوفوا على المسمى المكان صلي نحن اليوم في مؤسسة دروب النور الخيرية في محافظة تعز ندشن الحملة الإغاثية الشاملة والتي تشتمل على سلة الغذائية وبطانية الشتوية ومشروع التمور بالإضافة إلى الحقائب المدرسية وكذلك الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الحملة الشاملة بالإضافة إلى الحملة لمكافحة وباء الكوليرا التي بدأناها في تاريخ 19 من الشهر الماضي وهي مستمرة حتى اليوم. هذه الحملة تعتبر ختاما لعام حافل في المؤسسة دشنا فيه أكثر المشاريع الخيرية والإغاثية التي كان لها مساهمة كبيرة في التخفيف عن معاناة الفقراء والمحتاجين والمتضررين في هذه المحافظة. سيستفيد من هذه الحملة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى 10,325 مستفيد في المشاريع المختلفة لهذه الحملة. ونحن في هذا اليوم ندعو أهل الخير والإحسان للوقوف إلى جانب المؤسسة. نشكر مؤسسة دروب النور على فعل الخير وعطانا كرسي لابن المعوق وشنطة يعني دعمنا على الخير. الله ما لا عمي برضه ضرب الليل طول الليل والنهار وانتم عارفين امس لحد امس قذائف الليل ضربت في الشارع العام قدام مزرعه طلع طبعا نشكر مؤسسة دروب النور الداعمة لهذه الحملة الغذائية لمنطقة مديرية المظفر وعدة مناطق في المدينة وحفظ الله الشيخ أبي سعد الداعم الرسمي لهذه الحملة. طبعا الوضع عندنا مأساوي جدا من حيث الحصار الجائر من قبل ميليشيات الحوثي وصالح وأيضا القذائف المتوالية يوميا وليليا على المنطقة بشكل عام والضحايا أكثر مما يتعدد